لتقصده الشاعر في
حاجة تذكره أحيانا قد يملكها هو نفسه. الشاعر محمد الملواني سطر معانيه عقوبا على أن ولد الكتاب يلقين هما غربة والأمدح وهما قيمتان على نفس الإيقاع والتوقيع متجانستان بالإضافة المحببة المخصصة. إنها غربة خاصة بالعودة مع ذلك غربتين من حقولة ثقافية واجتماعية وتاريخية تدل أغلبها على الجاه والسلطة وكبار القوم. فماذا لو جعلنا البغضة هي الديوان والعمدة هو الشعر؟ أي أن البغضة كتساب باقي ستكتسي دلالة لغوية مجازية والعمدة هو الحالة الجبرانية التي خيطت على مقاصد البغضة. إنها إشارات أولى لدخول إحراب الديوان تفسيرا يؤخذ من وضع العبارة والتدوين الذي يستفاد عن طريق الإشارات. فكيف تشكلت مسالك الكلام الشعري عند الشاعر محمد الديوان بين واحد مكتوب وغيره؟ إن الديوان بنصوصه الكثيرة بين القصيدة والكلام المنثور يعتبر كتابا فردا من حيث تنوع موضوعاته والموزعة بين الأنا والآخر كما يدل الصياغة الترتيبية والدلالية بحيث جاء الآخر في حالة متحولة تحول الذات نفسها. وهذا يعني أن الرغبة بالمجابهة تعكس الحس الترابي المشاعر المتاعة تترجم حال الشاعر في خطاب انفعالي جنت له صيغ الأمر والفهم بشكل مكثف مثل لا تزرعي الخطا لا تحتري عوني إلى مجلس سيدي وإلى مثلا. ومن خلال هذه التعبيرات التركيبية تتجلى درامية الخطاب الشعري الذي يؤسس رؤية على الذات وهي تجمع قدرا غير واضح المعاني. فنرى الشاعر مرهونا مخاطبا بلغة مركبة من تكرار الترادفات التي تشع بشعور قوي تجاه المرأة حتى تكسير ذاتها في مرايا مهشمة يحاول تشميع ما تنفر منها من ملفوظات وألوان التجاذب غير المتكامل. وليس هذا الآخر غيره الذي يسكنه هو المرأة كرمز لغوي في بعد نفسي اجتماعي. وقد عبر عنه الشاعر على خلاف المعاجم العربية إن جرة الفعل من اسم الغول استغول اشتقاقا من قصيدة التي أقتصه وكأنه يقيم معادلة بين قوة الليل وقدرة المخاطب المؤنث على مساءلة العبدين. وهو ما يحيي بأن الشاعر يستمد الحمية من المرأة التي تشارك الليل في طبيعته من حيث السواد في قوله واسألي ليلي قد استغول. وفي قوله أيضا في قصيدة منظورة زهرودة الشهيدات يقول يوم يفتقد البدر يصبح فراش الأعراس كابوسا بل ليلا تغول في رقات البؤساء. هكذا يصبح الليل غولا بدلالة الليل على ما يدينه من مخاوف ودلالة الغول على قوته الباطشة والتي نشأ عليها الإنسان العربي منذ الطفولة. فهذا الغول رمزا أسطوريا في الثقافة الشعبية وما يحيل عن الحيوان الخرافي والأسطوري بمعنى وجود بمعنى أن وجوده لا يتحقق إلا في الخيال. وقد جاء في قصيدة الحكم بن عمر الطبراني وتزوجت بالشبيبة غولا بغزال وصدقة زف خمر ثيب إن هويت ذلك منها ومتى شئت لم تجد غير بكري ولها خطة في الأرض وبار مسحوها ركان ويسق شطري. والشاهد عندنا هو صورة الغول التي تستخدم أنواعا من الهيئات المتحولة بين الصور كما يهوى صاحبها. إنها المرأة التي انبسط حضورها القوي في مجمل القصائد وكأنها ذلك الغول الأسطوري الذي تملك نظر شاعر الشاعر يأمرها الشاعر بقوله آتني من دست شمسا بلا وزرة خالد الهوى مرسلا. والعتاب هنا موجه لمن دل على عموم الإنسان وكأن الشاعر يجاهر مجتمعا من خلال المرأة اعترافا منه لسلطتها التي شبهها بالشمس العالية دفئا وجلالا وجمالا. فأي معنى يلتمسه
يلتمس تأويل العبارة يحيلك للآخر في عمق الديوان الذي ننعته بالبردة التي تخفي وراءها وجه الحقيقة غير المدركة. هكذا تحضر اللغة كذات تخاطب المرأة التي تسكن الذات ويتحدث عن مكان يكون فيه الشاعر ذلك المتوسل للجمال، يحاول أن يجعل من المرأة مركبا لإسقاط كل مجازاته اللغوية على المخاطب الحاضر بالنص الشعري وبصورة متنوعة. ولقد أسعد شاعرنا لغة المواجهة بما هي سفر بالروح الشعرية، وكأن الرحلة لا تكون إلا بلغة التحرر من القيود، بما يعني استكشافا للأحوال الذاتية الحقيقية للأزمنة، فيخلق الشاعر موسيقاه الخاصة كدفقات للمشاعر والرؤى، ينطلق منها لينفتح على الرغبات، يغازلها في لغة الدجاج المنابئة والمجاوزة لغة المعيار الآن المسيح. ولعل هذا التحرر سيكتسي قيمته بقصائد الديوان حين تتساوق سيولة اللغة مع الإيقاع الغنائي، بعيدا عن ذلك التصنع الذي بشر له غسيل الاسئله والعوده للذات، فتخلق عالمها الخاص بطبيعه وفطره، والفطره هي المراه لمشاعر محمد الديوان. اما من خلال مطعم كعلاقه باللغه، فالشاعر يوقع بلغه الانتصار اجنده مرفوضه على ظاهر اللغه، بحيث جاء الكلام الشعري في مشمله موجها لضمير مخاطب مؤنث طارت بضمير المنفصل انت وأخرى متصلا بك، وهذه الظواهر تكررت كلازمه تكاد تكون بنية النصوص الإيقاعيه عند الشاعر، تؤسس لرغبه الدوح بمدودها المتنوعه المجرى رفعا ونصبا وكسرا، وهو عالم الشاعر الذاتي في جل القصائد مستدهما من الصرف تحققا لافعال الكلام بدءا من مكان الجسد، ومعالج لطقس الاحتفال في انوثه تكتشف من خلال الشاعر بلادها ومنتهى فعالها. وقد استلهم الشاعر محمد الديواني ادواته الشعريه من عوالم مختلفه ليعبر عن بنيه الصخور التي خاطئه تكرر حضورها في امتداد قصري عبر التذكر، لكن بنوع من التحكم والانفعال، اذ تكررت حروف وكلمات تعتبر محركه لمعنى موسيقيه كقوله في قصيده تاؤها فاستقم، بقوله داء دوى ذيدا ندبا ذويا بدا اجهاد بدر مدى مدى نرد غدا يسر. وتتراوح الكلمات بين حرف الدال واداء مع التوسل بالحفاظ على حال الدال الذي ظل مسكونا بوجع النفي، مما يعني ان تكرار الحرف او الضغط لا يكون له دور توقيعي ما لم يتاسس على معنى نفسي وموسيقي يسهر الضغط في معنى سياق عام. وقد قال الشاعر من اشرف المعلقه ودع هريره ان الرجل منتحر قوله وقد بدوت كالحانوت يتبعني شاب شجر شذوب شجر شوب، وقال فيه النقاد بان الكلمات معنى واحد. وتتاسس في الديوان شعريه العمده بحيث يتنازعها تناقض وجداني يتمثل في القوه والضغط، ويتعمق الجرح في الجمله الاسميه الخبريه التي تعيب على كم من الصفات التي تستعرض الحال. ففي قصيدة خنخرة الشموخ تكاد تسيطر الجملة الاسمية على النص كله، وفي عرف فقهاء اللغة الجملة الاسمية دالة على الثبات، وهو ما يعطي النص انطباعا سنكرونيا لا يمكن تحويله الا بركوب الحال او تحريفه من الداخل بناء على تضمين الجمل الفعلية كقوله نصوصي نظير وشوها بات ينتفي ككأس بحرف العز والظل الباخر. وهذا الثبات يزكيه كثير من الصيغ التي جاءت على وزن فعول او فعيل، وهي من الصفات المشبهه الداله على استمرار الحال بعيد المجد ضروب نظير خجول شكيل مصير منير وغيرها كثير. فاذا كان الشاعر عمده ورفض العمده يرتبط بقوه السلطه، سلطة العمود الذي تقوم عليه الخيمة وسلطة الإنسان الذي تقوم عليه العشيرة أو الدولة، فإن هذه القوة السلطوية عند شاعرنا ستنهار أمام المرأة التي يستحضرها استحضارا وجوديا قويا، فيتحول الشاعر إلى إنسان ضعيف يحتال على الحب الذي قد أعطاه بالتعابير اللغوية والصرفية، فيتقمص بردة شهرزاد وهي تتبع الموت بالحق نحو الصباح. وأمام هذه المعادلة جاء العنوان بردة العمدة
تحويلا عمدة الغرباء كمادح الشبري قائم على لعبة النبات الثور. ولا تكون الغرباء إلا بنسج موجود، والغرباء الشاعر نسجت من لعب الكذبات، وهو ما أحدث من نصوص لونه خاصة ميزت شاعرنا محمد بن الوليد. وكأن حقيقة الشعر تسكن الحلمة الرابط بذات الشاعر عبر متخيل بني على القول الشعري استطرادا، وأمثلة الغربة رمزا ثقافيا اجتماعيا ونفسيا. ولعل تكرار الشعور والإحساس بانصراف المحبوب وبعده يتحول الشاعر إلى مريد يراقص حركات شيخه آملا أو أملا أن يتعلمها حتى لا يسقط بصوته. فنجده حارسا ذكيا الأخلاق بقوله: سلام على الأخلاق بعد توجد سبحان حسين. ونجده يناصر الوطنية والعلم في قصيدة أطلس الشهاد حيث يقول: فاشل نظارا في وجود المكان. إن القصيدة عند محمد بن الوليد تشكل تقنية لغوية متعددة تحيل على أفعالها الروحية الترفيه وغيرها من عرصة الطبيعة. كذلك تتكلم بلغة موجهة الأنثى ترحل في خامس الشاعر سواء في المكان أو في الزمان، يوصفها على موضوعات كثيرة كالقدس والدين والحرب والعروبة وغيرها. وهو بذلك يحاول القبض على معنى الشعر حريصا على بناء توقيع دين خاص به وبعيدا عن التنقيب الانتفاع المزمن بالقصائد ما دام الشاعر قد يكتب له شكلين من الشعر هما القصيدة وقصيدة النثر. ليس ذلك إلا ما يتنازل الشاعر من إشكال القول التي تتبادل كثيرا فيما بينها، علما أن صاحبها لا يكون الشعر زجاجا أيضا. فإن كان استعمال الشاعر لتفعيل فاعل عوض فاعل أو فاعل من بحر البسيط ليس خروجا عن الوزن كما ألفت في كتب الميزان العارضي، وإنما استقبحته الأذن الشعرية العربية، فلا نجد أحدا من الشعراء من استعمله. لكن ابن الوليد لم يستطع أن يتخلص من ألف العمدة بما هي مد على غرار قول عمرو بن كلثوم: ألا أبني بصحيح مصباحيها. فنحن لا نتصور الشاعر عمرو بن كلثوم دون عصاه التي يناسبها مد يعبر عن الافتخار والقوة. وهذا ما جعل الشاعر بن الوليد يستعمل فاعل ما دام فعيل أو فعل في الضرب، ذلك لأن في المد عمدته ومنها يستدل بقوته. يدل على ذلك أيضا الشفة عروضة في أغلب بمد حق في حق الأخير يثبت الشاعر رغم وجوده إشباحا في حال قراءة الإنشاد كما هو من قصيدة أستاذ عنترة، حيث حضر في إلقاء في آخر العروضة بالنسبة 13 في 13 بيت، وفي القصيدة التي أخص بالنسبة 21 في 13 بيت. وفي هذا دليل إشاري قوي على ما للعنوان دلالة تجمع بين العمدة والغرباء بما هي لباس قد يحيل على قوله تعالى: هن لباس لكم. والغرباء لباس تستر من يلبسها وتحجب النظر إليه بما هي دليل على الحمولة الثقافية التي حولتها إلى رمز ثقافي. ولعل هذا التقابل الذي يتوخى منه الشاعر محمد بن الوليد إحدى التوقيع الخاص سيجسده تكافؤ المد والصدر والعجز مما يحيل على رغبته في تحقيق تكافؤ بينه وبين